مصطفى، ما كنت قاعد يمك؟ مصطفى ما كنت قاعد يمك؟ اكو واحد جواي. اي والله قاعد انزل مستواك. والله قاعد انزل مستواك. زين هو جواي، هو جواي يا حبايب، هو جواي. هاي بكي صار ثاني تبارد، بس مشيت عليه، يمكن مشيت على احد الاخزوج مثلي يعني، بس مو اني. بس والله حلوه. قرأ وقف وقف، خلي وقف خلي خابر نديم مصر عادي. رضا دوري شو دوري. انت، شو انت سكران؟ خبر عرفي الحشاش. الو هلا وشلونك؟ اقول لك عندكم درج بالبيت؟ لا لا عندكم درج بالبيت؟ هاي بس ارضى انزل مستواك. يجيك بعدين بعدين انا لست اكمل لك. لا لا، وين بو يوسف مصطفى؟ خلك خبر عبد الله زهير، وقف خلك خبر عبد يا جماعة خلص الرصيد. على يوسف قام الخبر عاد جماعة الرصيد، يسألهم عندهم درج. الو شلونك ضلعي؟ اقول لك حسب درج عليك. بالبيت؟ اي درج عادي. اي خطي. بس جهز لي اياه باكر، دا جهز مستواك. حضر لي اياه باكر، دا جهز مستواك. خطيه يقول لي عندنا هذا الحديد. الو شلونك؟ والله مشتاقين والله. تاكون والله اقول لك، مشتاق حسين. اقول لك انت بالبيت، ها اقول لك محتاج درج، عندكم درج؟ درج؟ اي لا درج. والله ما عندنا، طيناه وبعد ما شفناه. باتشلوف. زين ما تعرف احد يقدر يديمكم؟ عامل مخابر. قل له بس حضر لي درج من جيرانكم بقى. تحت المستواك. بابا حضر لي درج من جيرانكم، طبعا فين؟ لا 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 لا، مباراة هذول الزمايل اليوم كسرنا الكرة بعد فصلها. بابا عليك حضر الدرج. اوقف اوقف يوسف. بابا عليك حضر الدرج، تدري شو اسوي بيه؟ اريد انزل حضر الدرج، هذا اسم مستوى. قد ما ضحك صارت تافه. يلا يلا حضر مستواك. حضر مستواك. فاضت ما كانت اسم نفسي. انا بعد ما شفناها حلوه هاي، هاي كتلتني. طخيت برضا وقعت. انزل لي رضا، رضا كمان يا رضا. انه بس لك شيء مطر مطر ربي، عشان انا طخ بي بطقه وتديني والله. خرب يوم ما انا طلب بعد شقتني ما قدرت.
اصبر هذا هو قاعد من الضحك خاف لو ما ضحك كان صار دحلي ما قدرت يا اخي طيب ما بعد ما شفنا هذا هذا رضا من اختي الهاتش مفتوح وردي رضا خلع فيها كان نكتة أكفد يوم وحدة قحبوة يوميا تعيش براجلها اتفقوا وياها قالها بعد انك على الفراش ب 200 وعلى القنفه ب 50 وعلى القاع ب 25 جتي ثاني يوم جايبه 200 قالها ها تريدين واحد على الفراش تقول لا اريد اربعه والقاع ما معك